رحب فيكم معنا بهالحلقة الجديدة من ضيف وحكاية. نحن اليوم موجودين بباريس لنلتقي مخرجة يمنية حاصلة على عدة جوائز دولية على أفلامها اللي بتلامس من خلالها جروح مجتمعها اليمني. هي شخصيا تركت اليمن بعمر صغير هربا من الظلم وتبعات زواج أجبرت عليه وهي طفلة، لكنها بعد سنوات من الغربة والدراسة رجعت لليمن حاملة كاميرتها لتوثق وتصور ذات الظلم الواقع على مئات أو آلاف حتى فتيات في اليمن. مع بعض خلونا نتعرف على المخرجة اليمنية خديجة السالمي وتفاصيل كل الأحكام. خديجة، نحن جالسين معك هيك على ضفاف نهر السين في باريس. باريس هي المدينة اللي أنت اخترتي تعيشي فيها من 15 سنة وصرتي منها تنطلقي مشان تعملي أفلامك. شو السبب اللي خلاك هيك تختاري باريس من بين كل المدن؟ باريس كما تشاهدين مدينة ساحرة. أول ما وصلت إلى هذه المدينة كان مرور من أمريكا إلى اليمن، فطبعاً اندهشت بجمالها، وإلى جانب جمال المدينة كمان هي مدينة فيها روح وفيها طاقة عجيبة ومدينة ثقافية. هناك المتاحف اللي لا يمكن حتى تخلصيها وانت عايشة 15 سنة في هذا البلد. هي مدينة نضوجي وتعلمت فيها أشياء كثيرة، منها ذوق الحياة وجمالها. ومن باريس كمان خديجة انطلقتي لتشتغلي على أفلامك العديدة اللي صورتيها في اليمن، آخرها كان فيلم روائي بعنوان أنا نجوم بنت عشرة ومطلقة. الفيلم بتعالج في موضوع جدا حساس في اليمن عن طريق قصة فتاة عمرها 10 سنوات أجبرت على الزواج بشكل مبكر وعانت طبعا بسبب هذا الزواج. هي قصة فيها تقاطعات كثيرة مع تجربتك الشخصية، لأن أنت كمان بعمر 11 سنة أجبرتي على الزواج بشكل مبكر. كمخرجة هيك لما كنت عم تصوري العمل، هو عمل قريب من قلبك لأن هو قصتك عمليا، كيف كنت عم تسترجعي ذاكرتك الشخصية وأنت عم تصوري العمل؟ صحيح كما ذكرتي هو عمل قريب من قلبي لأني عشت هذه القصة المؤلمة، وهي طبعا ذكرتني بحالي اللي يعني عشتها منذ عقود سابقة. والشيء عندما سمعت قصة نجود في وقتها ازعجني كثير، لأنه كنت أعتقد مع الوقت مع التعليم أنه في أشياء كثيرة تغيرت في اليمن، لكن للأسف عندما خرجت قضيتها وسمعناها في كل مكان كثير من البنات خرجنا إلى خارج أو صوتهن بدأ يسمع، وحبينا أنه تكون لهم نفس يعني يكون لهم نفس الحل اللي تم لحل مشكلة نجود. طبعا هناك بدأت حملات من قبل المنظمات الحقوقية والنساء الحقوقيات وبدأنا نعمل على ذلك. أنا فكرت في كمخرجة أنه من أهم الشيء اللي ممكن أقوم به هو إخراج فيلم عن نجود. هي طبعا قصتي وهي قصة إنسانية موجودة في كل مجتمعات العالم. سري محلاش قومي لبسي شلبستك. شو حالي هذا الفستان؟ ما عجبنيش، اشتغلوا سه؟ ما عجبني، مش دي. قصايا بنتي، مالش. إذا مش فستان عروسة، اشتي فستان أبيض. يا بنتي، هذا ذي الدهزوج، اش ما نفعل؟ عاد احنا عن شرط. بسري على خاتم الدلشة. بسري محلى. كبر علي. أنا أصغر إن شاء الله، دقيقة. هي نسون مراعيتي بسرينش كتأخرنا.
أثناء تصوير الفيلم وتصوير المشاهد، لأن في مشاهد مؤلمة جدا داخل الفيلم، أنت كمخرجة كنتي عم تحسي مع طبعا لأنه حتى لما كتبت ذاكرتك؟ صحيح، حتى لما كتبت السيناريو كنت بسترجع ذاكرتي، حتى أن في بعض المشاهد هي بتخصني أنا، مشاهد كثيرة أنا عشتها، وفي نهاية طبعا نهاية الفيلم هي كانت نهاية سعيدة، هي التي أنا عشتها كمان لما رجعت إلى المدرسة وبقيت في المدرسة من حينها. نجود كونك التقيتيها وهي كان حابة تكمل تعليمها، هلأ شو نجود بتعرفي عنها؟ نجود البنت ذكية جدا وقوية جدا، كانت محظوظة أنها وجدت قاضي يحميها، أنها وجدت محامية تدافع عليها، كان كل الجهات المعنية كانت تشجع نجود، وسجلت في المدرسة، نشر لها كتاب، الناشر ذهب معي إلى اليمن وأشترى لها بيت ووضعناها بالمدرسة هي وأختها، لكن للأسف لم تفهم أهمية التعليم، مع أني دائما كنت أركز لها على التعليم ودائما أكلمها لن تكوني أي شيء بدون التعليم، لكن في النهاية ما خلصت تعليمها و فحبت لها شخص وتزوجت فيه والآن مزوجة وعندها طفلتين. خديجة، كيف شفنا بفيلم نجود الدافع اللي خلى أهلها بالفيلم إنه يزوجوها بشكل مبكر؟ كان الفقر، كان عدم معرفة حتى بالدين أو في نوع من الجهل وعدم تعلم. بوضعك أنت بعمر 11 سنة، شو اللي كان دافع بالنسبة لأهلك إنه يزوجوك بهالعمر؟ الدافع هو العادة والتقاليد أن البنت تزوج في سن بكرة، وأيضاً هو الخوف على شرف الأسرة، يقول لك قبل ما أن تنضج وممكن تحب أحد أو أحد يتعرف عليها أو شيء، يحبوا أنه يضموا البنت في البيت الزوجي وتكون من بيت أسرتها لبيت زوجها، يكون حفاظ عليها وعلى شرف الأسرة. وأنتوا بالعائلة الجميع كان يتزوج بهذا العمر يعني؟ مثلاً والدتي تزوجت وعمرها 8 سنوات، وعندما تحدثك عن زواجها وتجربتها إلى الآن ما زالت الصدمة موجودة متأثرة، وتحسي بالمأساة اللي عاشتها، ولذلك أسألها كيف توافقي أن أتزوج وأنت ما زلت تعاني من التجربة إلى الآن؟ تقول لي يا بنتي ما كنتش عارفين أن أي شيء آخر، كنا نعتقد بيربونا على أن هذا هو قدرنا والمفروض أن احنا نمشي في هذا القدر ونتبع الأسرة واختياراتهم لنا في الحياة، فهذه هي المأساة مرة ثانية، العادات والتقاليد السيئة اللي بنتربى عليها. أنت اللي كان مسؤول عن زواجك كان خالك في تلك الفترة، ليش خالك؟ يعني خالي زوجني لأنه والدتي عندما كانت متزوجة على والدي ولما فقد عقله كانت تواجه العنف يوميا لمدة 2 سنين، طلبت الطلاق. كان مريض نفسيا والدتي؟ كان مريض نفسيا وكان عنيف ضدها وكانت تطالب الطلاق، لكن للأسف جدي كان يقف حجر عثرة أمامها، فذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق، وفي حينها جدي عندما ما حب أنه هذه أول تبرئة من أسرة أهلي، أنه كان يحب ينفق علينا أنا وأخوتي، فتبرأ مننا من أجل أن لا ينفق مننا، هذه أول تبرئة، لذلك اضطرينا نعيش مع جدتي وخالي اللي كان موجود مع خالي، فكان هو المسؤول علينا في ذلك الوقت. لما الأسرة جاءت وقالت لك خديجة لحن زوجك لشخص أكبر منك بعمر 11 سنة، بوعي يعني فتاة بهذاك العمر، شو كان تصورك عن الزواج؟ طبعا أنا ما كنت مش عارفة ما هو الزواج، عارفة أنه ممكن تلبسي فستان أبيض ويكون عندك حلي وكذا، بس هذا هو تروحي تعيشي مع أسرة أخرى، لكن شيء آخر ما كنت أعرفه ما معنى كلمة زواج. في نفس الوقت كان عندي صورة سيئة للرجل، لأنه لما كنت أشوف الوالد كيف يعامل والدتي وجدي كذلك، فما كان عندي أبداً أي فكرة الزواج. لما جاء خالي وطلب مني أنه أتزوج في وقتها رفض، ولكنهم رغموني على ذلك، وما في اي شيء تقدري تعملي لان انت طفله بالنهايه، طفله في النهايه يعني. وما عندك يعني الاسره اللي المفروض تحميكي وتدافع عليكي اصبحت هي المصيبه اللي ممكن ترميكي في احضان قدر قاسي ومخيف، فكانت بالنسبه لي صدمه كبيره وكانت ماساويه، تجربه ماساويه. نحن شاهدنا في فيلم انه نجوم تعرضت في اول ليله زواج للاغتصاب للضرب واستمر هذا الحال، هل هذا كمان بيتقاطع مع قصتك؟ هذا كان مع نجود، معايا كان فيها من هذا النوع،
يعني كان في مشادة وفي ضرب وكذا، لكن في الجانبين أعتقد أنه كان مثل ما حكت لي نجود حصل لها مثل ما حكى لي مثل ما حدث لي نفس الشيء. شيء خليني خليش تركضي وانت دارين اليوم اجلسنا ما تمسكنيش انا بعد من جلسي جلسي ياك لا لا ما تجي على قعدش ملطم بحلم انا هل تي لهذا ما يا ولد يا ولد أصبر الله أكبر على شيء زواجك كان في سوريا، الزوج كان مقيم كان في سوريا ذهب. والمشكلة انهم اخذوني اولا للسعودية ومنها لسوريا، وكنت لحالي، خالي تركني بالسعودية مع هذا الرجل ورحت لسوريا. بس كنت طفلة مع رجل غريب في بلد غريب كم كان فارق العمر عفوا؟ لا اعرف عمره في ذلك الوقت، لانه حتى عندما زوجوني هذا الشخص لا كنت احب اعرف لا اسمه ولا احب اعرف كم عمره، ولا وندي صغيره متى العمر بالنسبه لك لا شيء، لان انت طفله. فكان الناس يعتقدوا انه والدي، كانوا دائما يسالوني ليش زعلانه من ابوك لما اخرج او شيء، لانه امشي هنا وهو يمشي هناك. بعدين المنظر اللي في الفيلم اللي في الحمام، كنت اسكر على نفسي في الحمام واضرب راسي في الحائط. هاي فعلا انت هذه فعلا تعملية. انا كنت اعملها، فهذه اللي كنت اقضي وقتي مسكره على نفسي، لانه كنت اخاف من هذا الشخص، مش عارفه لفين اروح لانه ما تعرفي احد. هل هو كان يعني شرس لهالدرجه انك انت تضطري تحبسي على حالك في الحمام؟ كيف كانت تجربتك معه؟ كان يعني كاي رجل يحب انه يتعامل مع زوجته، مش مقدر ان هذه طفله ليست زوجه، فهذه الماساه. وانا بالنسبه لي كانت صعبه جدا، كنت مصدومه من الحاله ومش قادره اتحمل هذا الشخص. شو هو الشيء يعني، هو الزواج استمر لثلاث أسابيع فقط في حالتك، بس شو الشيء اللي وصل طفلة اللي أنت خديجة بهذاك العمر لأنها تحاول الانتحار؟ طبعاً لما رجعت هم نصحوا هالأصدقاء أنه يرجعني لأهلي من أجل أنه يشوفوا الحالة معه، فطبعاً رجعت وراح يشتكي من تصرفاتي لأهلي. فخالي في وقتها أصر أن أنا أرجع له، لكن لما كنت مع والدتي قلت لها لا يمكن أن أرجع، فأصروا بكل قوة أني أرجع ولا حتكون العائلة سمعتها سيئة إلى آخره من هذا الكلام. فحاولت الانتحار في وقتها، كان ما عندي خياري، يا أما العيش بالحياة التي أحبها، أعيش بكرامتي بالحياة اللي أحبها، أو الموت كان بالنسبة لي أهون، ما كان فيش حل وسط. بس لطفل عمر 11 سنة يعني قرر ينتحر، هذا شيء كبير. شيء كبير، لكن ما كان عندي أي مجال آخر، لأنه ما كنت أحب أعيش حياة صعبة، لم أحب أعيش الحياة اللي عاشتها والدتي، كنت عارفة من صغري. فلما واحد يرغمك على شيء، فكان بالنسبة لي الموت أهون. ايه ما بتفعلي هانا، كنت قلبنا التنيا قلب، احنا مدور عليش اقلكتيني واقلكتيمي. هي قومي ضوي، قومي ضوي، هي ضوي ضوي، اذكروا مني نرجم بنفسي من هنا. خلاص خلاص خلاص، ولا شيء اقرب منيش ولا شيء. انتبهي انتبهي يا مجنون، عاد موتي اوت ولا ارجع عندك.
خلاص اضوي معي وانا والله ما زيد حاكي. انت كذاب ما صدقش. انا كذاب؟ يا مدام انا كذاب اجلسي بقعتش خلي الضبع والكلاب ياكلنش. انا ما عاد لي دخ منش تمام. انت اخبر بنفسك خاطرش بس نتطلع. يمه لو تدري وين كاني يدش يدرج بنفسها من راس الحيط. ايش هذا الجنان؟ كيف حاولتي الانتحار؟ يعني اخذت اشياء من الغسيل وبدات اشرب فاخذوني على مستشفى عشان ينظفوا لي المعده. في وقتها والدتي شافت انه حتخسرني فوقفت الى جانبي وطلبت الطلاق وبعت كل ممتلكاتها عشان تدفع المهر والشرط مثل ما يقولوا عندنا وتم الطلاق. في وقتها خالي تبرأ مننا. تبرأ منكم؟ تبرأ مننا لأن احنا لما نتبع يعني العادة والتقييد ومشورته وكذا. ففي وقتها بحثت عن عمل وبدأت أنا أهتم بوالدتي وبأولادها. أنت بعمر 11 سنين بدأت تهتمي بوالدتك وأخواتك. دخلتي للعمل في التلفزيون وقتها. كيف اجت هاي الفرصه؟ جت الفرصه لانه عندما التلفزيون كنت اشاهد التلفزيون كنت منبهره بالشاشه الصغيره وحبيت ان انا اشتغل في مكان اكون مرتاحه فيه. انت رحتي على التلفزيون؟ رحت على التلفزيون. كيف حصلتي على الفرصه؟ رحت وقدمت فكلهم مستغربين لما شاهدوني طفله صغيره جايه تبحث عن عمل فبداوا يسالوني اسئله بس بيقول لي انت صغيره وكذا فعملوا معايا تجارب وبرامج الأطفال بعدين أخذوني. ما كان صعب في هذيك الأيام لأنهم كانوا يبحثوا عن عنصر نسائي وما كان فيش كثير عنصر نسائي. يعني من عمر 11 سنة تقريبا بدأتي أنه تشتغلي في التلفزيون تصرفي على نفسك استقلتي يعني ماديا؟ استقلت ماديا اقتصاديا وكنت أدرس في الصباح وأشتغل في النهار وفي المساء. طبعا الناس بدأوا يتكلموا علي بالسوء ووالدتي كانت تسمع وتجي تحكي لي تبكي كل يوم ليش الناس بيتكلموا. اولا لانه بظهر بالتلفزيون الناس كلهم بيشاهدوني مطلقه. الشيء الثاني انه رافضه البس المنديل على راسي كنت متمرده الى درجه انه المجتمع كله كان نابذني والاسره كانت نابذني. لكن مع ذلك صحيح انت كيف كان يؤلمني بعض الاحيان يعني ما بينش لوالدتي بس لما اغلق على نفسي في الغرفه اروح ابكي كانت مشكلتي. بس مع الوقت واحد عندما يكبر يبدا يفهم انه للاسف العادات والتقاليد السيئه اللي بيتربوا عليها هؤلاء الناس من صغرهم بتخليهم يفكروا بطريقه خاطئه وعقليه مختلفه. فلما تبداي تتحدي هذه العادات والتقاليد تحاولي تخرجي عن مسارها الناس كلها بتبقى يعتقدوا ان انت المخطئه وانت خطر عليهم يجب محاربتك باي وسيله. بالعوده لفيلم انا نجوم خديجه الفيلم تصور بشكل سري باليمن. كيف ممكن الواحد يصور فيلم روائي مع كومبارس مع يعني مشاهد خارجية مع وجود كاميرات؟ كيف ممكن الواحد يصوره بشكل سري؟ هو تقولي صعب إن واحد يصور بشكل سري بس إنه ما حد عارف ما هو الموضوع اللي كنت بصوره لأني كنت قلقة من الناس الذين يعارضون تحديد سن الزواج الذين يعتقدون هذا شيء غريب عليهم الذي يحاربون أيضا. فكان بإمكاننا نكون ممكن تقولي هدف سهل. وحتى لما بدأنا نصور في القرى مع أنه كنا نصور خارج كان كل شيء واضح فالناس اتهمونا احنا بنصور شيء غريب وشيء عجيب ونحن بنحب نشوف سمعة القرية. وجاءوا بعد التصوير 3 أيام أصحاب القرية يمنعونا ويمسحوا كل ما صورنا. تصوري هذا جهد عمل 3 أيام من جهد عمل السينما مش سهل بيكلف تكلفة كبيرة. الكهرباء ما كانت موجودة، اختطف الماطور، كسرت
2 مواطير أو شاحنات للوصول، لأن الطريق صعبة جدا، لأني اخترت أماكن كثير صعبة. عادة أنا لما أصور أفلامي الوثائقية أروح لحالي ما عندي مشكلة، بس معاكي 30 شخص طاقم كلهم كانوا ضدي، لأنه ما في فنادق، كنت معيشهم في الخيام، ما في أسلوب الحياة البدائي كان اللي أحبه، ولا واحد كان مرتاح فيه، كان في صعوبة جدا، كلهم كانوا يحب يخلصوا مني ويخلصوا من الفيلم، فلم يكن أبدا أبدا تصوير هذا الفيلم سهل، كان كل يوم في مشكلة وكل يوم كنت أبكي، لكن كل يوم كنت أواصل، فما كنتش مش متخيلة إنه كان بإمكاني أن أخلص هذا الفيلم. حاليا عم تحطي لمساتك الأخيرة خديجة على فيلم وثائقي صورتيه باليمن، شو هي فكرة الفيلم؟ الحقيقة من أول ما بدأت الحرب قلبي مكسور على اليمن، فكإنسانة وكيمنية مش عارفة إيش أعمل. فمنذ 2 وأنا بنحاول أذهب لليمن، ولكن كلها بات بالفشل، لم أنجح بسبب الحصار الذي فرضته النظام السعودي على اليمن. هناك حصار بري وجوي وبحري، صعب الوصول إلى اليمن، وأخيرا حاولت من خلال الأمم المتحدة بطيران الأمم المتحدة وصلت إلى اليمن. حبيت أكون مع اليمنيين في هذا الفترة الصعبة، فكنت هاليومين الأولى براقب طفلين، شوف الطفل يأخذ بندقية جده ويحاول ينزل الطيارة، طبعاً ما يقدر ينزل الطيارة، شوف الأولاد بيلعبوا لعب كلها حرب، يعني حسيت بألم شديد إن هؤلاء الأطفال بدل ما يعيشوا حياتهم الطبيعية الآن بيقول لك واحد من الأطفال، وصورته حتى هذا فيما بعد، بتقول لهم مو ذاكر، مع أنه كان الأول بالمدرسة، يقول لها لا ليش ذاكر، مش عارف أموت اليوم أو بكرة. طبعاً فحبيت أن أصور من خلال هذول الطفلين اللي شفتهم وكيف بيعيشوا الحرب، ولقاءاتهم مع الكبار والصغار بيحاولوا يفهموا إيش اللي بيصير ونفسياتهم في الوقت الحالي. معناتها من خلال هذا الفيلم كمان رجعتي للتعامل مع الأطفال، أو هلأ الأطفال هن الأبطال فيلمك الجديد، أحكي شوي عن هيك تجربة العمل مع الأطفال. الأطفال صعبة سهلة ممتعة، كيف تجربتك؟ صحيح صعب، لأن الطفل ما تقدريش تخليه يركز في شيء معين، بعدين حبيت تكون الأسئلة تجي منهم تلقائية، فطبعا في أشياء تثير اهتمامهم يتركوكي ويمشوا ويروح يلعب يروح يعمل كذا، فأشياء كانت تضحكني، لأنه ممكن حتى الأسئلة تجي منهم، ممكن إحنا الكبار نفكر فيها ما ممكن نسألها. أروى الاتحاد الأوروبي؟ ها؟ الاتحاد الأوروبي أي نوع؟ جدة ممكن تفعلوا رسالة للاتحاد الأوروبي؟ أيوة. تقدروا تصوروا؟ كيف أصور ابني؟ قدمتوا في آخر عمركم ما قدمتوا في آخر عمركم وأنتوا ما قدمتوا، تقدروا تصوروا؟ شو نعلمكم قبل ما تروحوا لكم؟ بس روح. أيوة. كده تكونوا تحركوا شوية. أيوة. تلادلي. أيوة. أحاكي هذا الأمين العام حق الأمم المتحدة؟ ما اشتريته؟ أحاكي؟ ما اشتريته؟ أبو اللي بين أدمنى، بين أدمنى وهو يسمع صوت اليمن، ولا يغير على اليمن، ولا يبصرك في قعب اليمن، إحنا بني آدم يخافوا الله، خلقنا وخلقهم سواء. هلا خديجة أنت لما تركتي اليمن كنتي هربانة، كيف قلتي طفشانة؟ إنه بدك تروحي أبعد بلد بحيث إنك تنسي اللي شفتيه واللي عشتيه. بس بالنهاية يعني دارت الأيام ورجعتي بكاميرتك، رجعتي كل مواضيع أفلامك إلى علاقة باليمن، شو اللي دفعك لهالشي؟ ما أنت هربانة من أصلا؟ كنت هربانة، لكن عندما خلصت دراستي وحصل عندي نوع من النضج وفكرت ليش كانوا أهلي يعاملوني بهذه الطريقة، فأعتقد أنه لما أشوف أن كانت جدتي تحبني والدتي تحبني، لكن الذنب مش ذنبهم، الذنب ذنب العادة التقاليد، ذنب المجتمع اللي بيفرض عليك أشياء ضد إنسانيتك، ضد تفكيرك، ضد حرياتك. فقلت الحل الوحيد، أنا الآن تعلمت شيء من هذا البلد، ليش لا ما أروح أعلم من خلال أفلامي في اليمن، ليش لا ممكن أغير. هناك واجهت صعوبات، ولكن الصعوبات بالنسبة لي دائما نروضها من صغري، ما عندي مشكلة. أنا أعتقد ما تبدأي كفاحة كنتي طفلة بيبقى رفيق معاكي طول حياتك، صعب أن أنتي تقبلي أي شيء في الظلم، فأنا وصلت إلى ما أتمنى والما أطمح عليه، فحبيت أن أنا أساعد الآخرين من خلال أفلامي، لأنه الصورة بتوصل لملايين من الناس،
والصورة القوة فيها أكثر بكثير من أي شيء آخر، ممكن تأثر، فهذا هو الدافع، أنه التأثير على الآخرين ممكن يقبلوها أو لا، بس في النهاية هم بيفكروا، تدفعيهم أنه يفكروا في الشيء اللي بيطرح عليهم.